أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتقدم سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية باسم آيات الترحيم، ويعتز بحضوركم هذه المحاضرة التي يعقدها المركز بعنوان الصحافة بين بلادنا وبلادهم. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي ينظمها المركز ويستضيف فيها كبار الشخصيات في مجالات مختلفة كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام ضمن احتفال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمرور 20 عاماً على تأسيسه. الحضور الكريم، لقد شهدت الصحافة في الدول العربية تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية، وساهمت التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال التكنولوجيا وخاصة مع ظهور تقنيات جديدة للاتصال والتواصل والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم بما فيها الشرق الأوسط في دعم تطور الصحافة في الدول العربية التي لم تعد كما كانت في السابق مكبلة في زاوية بعيدة عن هذه التطورات بشكلها التقليدي المتمثل في الصحافة الورقية أو خاضعة لسياسة المبالغة في فرض الرقابة في سرد الأخبار وعرض المعلومات أو طرح الآراء. فصار للصحافة العربية حضورها الواضح في الفضاء الإلكتروني واستطاع الصحف في بعض الدول العربية التحرر من القيود المشددة للرقابة، ولكن على الرغم من هذا التطور فلا يزال هامش الحرية الممنوح للإعلام في كثير من الدول العربية متدني جدا، ولا يزال الصحفي محاصرا بقيود مختلفة ويفتقد إلى الحرية في التعبير عن رأيه ويعاني في الحصول على المعلومة مع وجود قوانين واضحة تمنحه الحق في ذلك. ولا يزال الخبر في كثير من الأحيان يفتقر للدقة والمصداقية، كما أن طرح الصحافة لمختلف القضايا لا يراعي الموضوعية والشفافية، وهذا كله يثير الكثير من الأسئلة حول الأسباب التي قيدت من النمو النوعي للصحافة في المنطقة العربية، وكما يثير أسئلة أخرى كالتحديات التي تواجه الصحافة في بلادنا مقارنة بالصحافة في الدول الأخرى خاصة الغربية، وما هو مستقبل الصحافة في البلاد العربية في ظل المعدلات المتدنية للقراءة لدى الجمهور العربي. للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف الكاتب والصحفي الأستاذ جهاد الخازن، الذي سيحدثنا بناء على خبرته الطويلة في مجال الإعلام والصحافة عن هذه الأمور، وسيجيب عن هذه الأسئلة وغيرها. والأستاذ جهاد الخازن هو صحفي لبناني مقيم في لندن منذ سنة 1975، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية وماجستير في الأدب العربي. عمل الأستاذ جهاد الخازن رئيس نوبة التحرير في وكالة رويترز في بيروت، ورئيس تحرير الديلي ستار في بيروت وعرب نيوز في جدة، وكان أول رئيس تحرير للشرق الأوسط في لندن، وترأس تحرير جريدة الحياة 10 سنوات قبل أن يتفرغ لكتابة عمود سياسي يومي فيها، وآخر كتبه المحافظين الجدد والمسيحيون الصهيونيون. الأستاذ جهاد الخازن عضو في مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي ومؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، وعضو مجلس مستشاري مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون، وقادة الميديا في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وكان طوال سنوات عضو مجلس مستشاري البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الحضور الكريم، يشرفني دعوة الأستاذ جهاد الخازن لإلقاء محاضرته بعنوان الصحافة بين بلادنا وبلادهم، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم جميعا. أنا طيرت، ما تخافوا، أنا طيرت بالليل، فأعدكم ما راح أتكلم بعد الساعة 12 مثل سندريلا، ما راح أكون مثل شهرزاد اللي أدركها الصباح لسكتت عن الكلام المباح. 12 بالليل أنا وياكم. الموضوع هو الصحافة بين بلادنا وبلادهم. كنت محظوظا في عمل الصحافي فعلا، لا أقولها يعني تواضعا، لأني تدربت في فليت ستريت، تدربت في وكالة رويترز، عملت بالصحافة الإنجليزية، وعندما ذهبت إلى لندن بدأت أشتغل بالصحافة العربية. من حسن الحظ درست عربية فكان عندي المقدرة، وقبل هذا وذاك كنت شفت لي رئيس نوبة في رويترز، فكنا نعمل الأخبار بالعربي والإنجليزي، فكانت من الحظ الحسن أو رضا الوالدين.
الصحافة التقليدية أو الورقية هي بكلمتين خبر ورأي، بيقولوا بالإنجليزي news and views، ما فيش تاني. الخبر لازم يكون صحيح، يجب أن يكون الكاتب قادرا على إثبات أنه صحيح، والرأي مقدس لصاحبه. أنا بعطيكم خبر صحيح. الصحافة الورقية حول العالم ستنتهي أو هي في طريق النهاية. البلدان اللذان أعرفهما جيدا، الولايات المتحدة وبريطانيا، كل شهر مبيع الجرائد أقل منه من الشهر نفسه قبل سنة. في بلندن شركة اسمها ABC Audit Bureau of Circulation تملكها الجرائد الإنجليزية. بعطوك الأرقام حتى العدد الواحد، حتى بعطوك الأرقام الأعداد بالسعر الرسمي والسعر التشجيعي. لما رحت على لندن، أنا سكنت بلندن لكن سكنت ببيروت، بس رحت على لندن قبل 30 أو 35 سنة، كانت التلغراف والتايمز يبيعوا أكثر من 1,000,000 نسخة، هلأ ببيعوا كل واحدة أقل من 500,000. يعني حسابياً هذه الجرائد راح تنتهي. لا تقيسوا على جرائدكم، جرائدكم مزدهرة لأن البلد مزدهر، والجرائد عم تطلع بخمسين وستين صفحة مع إعلانات. بتطلع على الجرائد الأمريكانية صارت في منافسة كبيرة مع النيو تكنولوجي، مع الوسائل الإعلام اللي على الإنترنت، ففي منافسة عندهم بعد ما عنا إياها. إحنا بعد الجرائد تبعتنا كما تشوفوا بالجرائد اللي موجودة في دبي أبو ظبي لا تزال مزدهرة، لكن إحنا متخلفين عن بقية العالم 10 سنين، يمكن منلحقهم بعد 10 سنين في نقص الموارد ونقص التوزيع. عندما أقمت في واشنطن في الثمانينات، كان مكتبي في بناية للماديسون، لأوتيل ماديسون بسموها الأوفيس بيلدينج، مقابل مكتبي كان في الواشنطن بوست. وكان يجي بن برادلي رئيس التحرير وقتها، يجي على الكافي شوب يتغدى اليوم، نسلم عليه إحنا صغار ومريدين واللي هو، وكنت أروح لعندهم. تعلمت منهم أمر، إذا الرئيس عمل مؤتمر صحفي موجود عم بيسجلوا لي على التلفزيون ما في مشكلة، لكن إذا عندهم خبر مثلا الإمارات اشترت سلاح أو ناوي تشتري سلاح من الولايات المتحدة، ما بنشر الخبر إلا إذا اتأكدوا منه من مصدرين مستقلين أحدهما عن الآخر، مش مصدر واحد. المصدرين هذه أساسية في الأخبار، لأن الخبر يجب أن يكون صحيحا. فتعلمنا منهم طبعا في لندن إذا الخبر خطأ مصيبة، لأنه بيروح الواحد على المحكمة، والنتيجة إنه الخاسر مش بس بدفع تعويض للي ربح الدعوة، إذا كان هذا التعويض بسيط يمكن أعطوه 10,000 جنيه 50,000 جنيه، لكن بدفع كمان نفقات المحامين، هذه يمكن توصل للمليون جنيه. بحكي لكم تجربتين. مرة مجلة اسمها سراقية كتبوا عني إنه أنا بمارس الابتزاز على الأمراء السعوديين، عدد كبير يا أخي، ما أنا بروح لعندهم كل سنة 10 مرات، يعني بعش أطلع. المهم تاني يوم عرفوا خطأهم، رفعت عليهم دعوة المحكمة، حكمت عليهم المحكمة 125,000 جنيه، دفعوها بالتقسيط صاحب المجلة مع النفقات، طلعت 155,000. أنا كنت أعلنت بالمحكمة إنه أنا ما بدي فلوس لإلي، بدي أتبرع فيهم. اتبرعت لجمعية المرأة العربية، كان عشاهم السنوي على حسابي. بس أزرف شيء، بنتي بكامبريدج وهي رئيسة الووتر بولو تيم، فأعطيتهم 10,000 جنيه، راحوا البنات ليلعبوا بساوث أفريكا. بنات ساوث أفريكا أمازونيات، كل واحدة مترين وطويلين وعراض، مساكين هدول بنات كامبريدج، لعبوا 8 مرات هزموا 8 مرات، رجعوا يعاتبوني إنه ليش بعدلتنا، كان بلد المشوار. مرة سومري الأسد رفع علي دعوة، كان عنده ANN بعد بعد عنده. أنا كتبت شيء عن أبوه وإنه عامل تلفزيون لما صورته.
خسر بالهاي كورت. الهاي كورت اللي بنسميها احنا محكمة البداية، هذه بأولد ويتش قريبة على مكاتبي. راح استأنف، خسر بالاستئناف. المحكمة كلفت احنا 400,000 جنيه، هو كلفته 550,000. راح لأغلى محامي بإنجلترا، كل شيء فيه فضائح سياسية أو جنسية عنده، هذا بيتر كارتر راك. لما شفت منه أنا، لما قرأت أول رسالة خفت، ما بتذكر إنه خسر مح... المهم خسر بالاستئناف. طلعت المح... يعني مجموع ال... إحنا وياه 950,000 جنيه، مع الفوائد دفع حوالي 1,200,000 جنيه. قسطوهم عليه 40,000 جنيه بالشهر وحجزوا يعني. هلأ في إلى جانب مهم اكتشفت بعد هذا الربيع الإسرائيلي اللي سموه ربيع عربي، بعد اللي صار في مصر، إنه في شيء بمصر شغلة اسمها البلاغات. أنا ببعت بلاغ بواحد إنه حرامي، هذا الزلمة بحط محامين بضل سنة بالمحاكم بيطلع بريء. اللي بعت البلاغ بروح على بيته ما حدا بيسأله، والله لو يعملها بلندن بيطلع بلا بيت. وهذا بتشجع الناس. انتوا عندكم في ضيافتكم ضيافة كريمة، احمد شفيق صديق شخصي دائما بشوفه لما اجي لهنا، الدولة ما اعطيته فيلا في احد الفنادق الفخمة، قاعد مع بني عنده ثلاث بنات قاعد معهم. بقول لي مرة، قال لي يا جهاد ما بقاش معي فلوس، كل ايام الاخوان كل شهر والتاني واحد محامي بيعمل فيه بلاغ انه حرامي او انه سرق من هاي او انه اخذ عمولة على هذه. ايام الاخوان ربح كل الدعاوى اللي رفعت عليه، مش هلا. واخر دعوه ربحها بعد ما سقطوا الاخوان. بس النتيجه انه ما حدا اتهمه وحكم او حوسب. هذا لو مره واحده في مصر اللي بيتهم واحد ظلما ويعني تعمد الاهانه والاساءه، لو مره واحد بيدفع نفقات المحامين ما بيسمع واحد تاني عده. هذه قصه البلاغات في مصر. بلندن محسومه، لانه اللي بيخسر بده يدفع للمحامين. لاحظت انا على هامش هذا الوضع انه القانون الامريكي مختلف قليلا. في لندن القانون الوضعي مثل القانون الشريعه على المدعي البينه، بيقولوا بالانجليزي the onus of proof على المتهم. اذا انا اتهمت حدا بالسرقه وما قدرت اثبتها خلص ربح الدعوه. بامريكا عندهم التعديل الثاني للدستور، وبفكر كمان التعديل الرابع، بتضمن حرية الكلام. وبالتالي إذا اتهمت أنا حد بالسرقة، ما بكفي إنه يثبت إنه ما أثبت إنه يعني أغلط، لازم هو يثبت الضحية إنه نتيجة التهمة تبعتي طلعوه من شغله، خسر عقد مع الدولة، إنه في ضرر مادي مش بس ضرر معنوي حتى يربح الدعوة. فالقانون الأمريكي أصعب. القانون الإنجليزي لا، واضح، ما أثبت راحت عليه. يعني خالد بن محفوظ توفى هلأ الله يرحمه، رفع 20 دعوة بإنجلترا وربح 20 دعوة. كانوا يتهموه دائما بقصة تمويل الإرهاب وتمويل الشر. بذكر من آخر الدعاوى اللي رفعها واحدة يهودية أمريكية إيرلينجر كتبت عنه financing evil، رفع دعوة وطبعا ربحها لأنه بدها تثبت من أي محل راحت لأي محل. ف أمروها بإتلاف الكتاب، مع العلم أنه هو مش مطبوع بإنجلترا، مطبوع بأمريكا، يعني انباع عن طريق أمازون. ودفعت له شيء 200,000، ما يعادل، هي قالت 200,000 دولار، بده يكون حوالي 100,000، 120,000 جنيه استرليني. أعتقد أنه هذا النوع من القانون بيحمي الناس، بعكس القانون المصري. بعرف شو هو القانون المصري، بس بعرف أنه كلهم بيعملوا بلاغات وما حدا بتحاسب. أنا علمونا بالصحافة القانون، بتستغرب برويتر بفليت ستريت، كنت في سكوير اسمه جروبن سولزبري سكوير، هلا رويتر نقلوا من فليت ستريت، بعده اسمه فليت ستريت، ما عاد فيه ولا جريدة. اللي على ايامه كلهم تلغراف والاكسبرس هدول كلهم راحوا، بس وقتي كانوا كلهم موجودين. فعلمونا اول شيء القانون حتى ما نعلق، بعدين علمونا الجزء الثاني منه، إنه أهمية الصحافة بأهمية مصادر الأخبار تبعته. الصحافة ما موجود هناك ليقول إنني أرى، ما بيقبلوا منا إطلاقاً إنني أرى ولا رأيي ولا أنا أعتقد. أنت اسكت، أنت بس بتنقل رأي الناس اللي بيعملوا الأخبار. بدك تعمل مقال بتعمل مقال، بس هذا مش في نقل الخبر، ما بتعطي رأيك، بس بتعطي رأي
شخص. بصراحة برجع بقول مش تواضعا لكن استفدت منها جدا. بعرف الرؤساء العرب من الملك الحسن الثاني للشيخ زايد الله يرحم الاثنين، وكل واحد بينهم يمكن أكثر ناس بعرفهم كنت الملك حسين الرئيس مبارك وبشار الأسد، وبنقل عنهم الأخبار كل سنة عندي الأخبار عنهم. يعني بقدر على سبيل يعني هامش للموضوع، أكثر رئيس عربي مثقف شفته كان الحسن الثاني. الحسن الثاني مفتي، أي شيء بتسأله فيه تلميذ علالي الفاسي بعطيك فتوى فيه. بنفس الوقت هو محامي من فرنسا. مرة عملت له مقابلة ببوزنيقة، بوزنيقة مقابل صخيرات بس على البر، أخذني بس خلصنا ليفرجيني الخيل تبعوله. فأنا لقيت ما ضل ساكتين، قلت له جلالة الملك مين المسلمين بنظرك؟ قال لي احنا حسمناها. قلت له تعرف احنا بالمشرق بعدنا مختلفين. قال لا محسوب يا اخي، طب مين هم؟ قال لي احنا سبعه، هذه لمعلوماتكم، المذاهب الاربعه، الشيعة الجعفريه الاثنى عشريه، الزيوت تبع اليمن، والقبضيه. القبضيه هذول اصلا خوارج، لما خسروا بين علي ومعاويه انتهوا على التخوم، في منهم بعمان وفي بالجزائر والمغرب. أنا جربت يعني طيب الإسماعيلية العلويين الدروز، بعد لا 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 مش مسلمين. بعد عدة سنوات عملوا أكبر مؤتمر إسلامي على أيامي أنا بالأردن، لاحظت إنه كان في 8 مذاهب. أنا فكرت يمكن عزموا الإسماعيليين عشان الأغا خان صاحبهم. فإحنا بداوس في غدا للملك عبد الله الثاني، طلع قاعد جنبي الأمير زيد ابن رعد، كنت أسميه إسلاميك لايت لأنه دقنه حمراء عيني زرق. قلت له هو رئيس مؤسسة آل البيت. قلت له شو قال الملك الحسن الثاني؟ قلت له مين التام اللي عزمته؟ ولا بقول له الظاهرية. قلت له ظاهرية؟ في ظاهرية بالعالم؟ قال له هو مئات الألوف، الظاهرية بأخذ ظاهر النص، يعني ما بيقبلوا التأويل الإكسترابوليشن، اللي بالنص بياخدوه، الممنوع ممنوع، اللي مش مانع النص هن ما بيلاقوه محرم. بس بيظهر إنه بعد في منهم مئات الألوف اللي بين الهند وأندونيسيا وغيرها. قلت عن الملك الحسن الثاني أكثر زعيم عربي شفته مش لأني بأبو ظبي كاتبها عدة مرات، كان الشيخ زايد الله يرحمه. حسن مبارك اللي بيكذب يا إخوان بيكذب على الميتين، بيستشهد بالميتين، بس أنا عندي واحد لا يزال حي إن شاء الله طول عمره، الرئيس حسن مبارك الرئيس السابق، كان يقول لي إنه الشيخ زايد ده إنسان عظيم، ده إنسان وطني، كان يتدين على دخل أبو ظبي ليساعد مصر والفلسطينيين ويساعد بالمغرب. ما كان سعر برميل النفط 108 دولارات، كان بعده بثلاثة خمسة عشرة، يتدين على دخل بلده ليساعدهم. وبعرف من أبو عمار وغيره. وبالمناسبة اللي عم بقولكم إياه أنا كاتبه في وقته، لأنه برجع بقول اللي بيكذب بيكذب على الميتين، هذا مكتوب في وقته بقدر أجيبه للي بريد. ففي أنواع بده الواحد يكون يعني يكون حذر. الرئيس بشار الأسد أنا شافه 30 مرة، ما راح أحكي لكم عنه، بس كل شيء عمله فاجأني، ما تصورت أبدا يعمل هيك، لو بده ينتحر ما عمل أسوأ من هيك. بالرجاء الواحد بقول يعني كان في مؤشرات ولا أنا كنت ساذج أو غبي؟ ما شفت أنا منه ما يحيلي باللي حصل. 150 ألف قتيل، 150، إحنا عيالنا كبيرة، 150 ألف قتيل بسوريا معناها كل عيلة عندها جنازة، كل عيلة عندها عزاء. ما هذه بأحلام أحلامي ما فكرت فيها. هلا حكينا على الصحافة، حكينا على مصادر الأخبار. بيبقى علمونا الإنجليز لأنه كنا عم نشتغل بالإنجليزي، إنه أهم شيء تكون الكتابة مباشرة وسهلة. كان عندهم عبارة بيقولوا the cat sat on the mat، القطة قعدت على الحصيرة، إنه كل جملة مفهومة جدا، ما تتشاطر ما تتفلسف، ما بيحبوا الكلمات ال 12 syllable words هدول أبدا. فلاحظت بالعربي رغم كل المحاولات انه
اللغة العربية ضعيفة، خاصة لغة الصحافة، حتى لغة يمكن أضعف ما لقيتها أنا والله، ما عم يعني عند هدول الشيوخ التلفزيون يعني أنا لأنه درست أدبية بالجامعة مش صحفية، بيغلطوا بالمنصوب المرفوع، وصدقوني تعلم لغة عربية صحيحة مش صعب، خاصة للي شغلته. ما عم بقول لا مصطفى في المنفلوطي ولا طه حسين، بس لغة سليمة. عملت أنا كتاب أسلوب لجريدتي، بس هذا الكتاب الأسلوب بس لجريدة. في كتب بالخطأ والصح مهمة وكبيرة، أنا الكلمات اللي مستعملها إحنا كصحفيين كل يوم اللي بتتكرر عنا، يعني بأخذ بس نموذجين عنها. كتابة الهمزة طلعت عندي بنص صفحة فقط، بعدين ما بغلط فيها الإنسان. كتابة العدد حيث يذكر وحيث يؤنث كمان أقل من صفحة. الأمور مش صعبة إذا واحد بده يعملها، اللي مش صعبة أبدا. في النص اللي كتبته هنا أنا عم بقول إنه في أول صفحة اللي راح على بعد، إنه الصحافة الورقية تكاد تنقرض، تكاد أن تنقرض غلط. لقيت بتجربتي إنه إذا لقيت شاهد في القرآن الكريم بعدش يناقشوني. فبالقرآن الكريم يكاد زيته يضيء مش أن يضيء، وفي وردة بنفس المعنى عدة مرات، يكاد ينقرض تكاد تضيء. لقيت مثلا هذه غلطة متكررة كل يوم بكل الجرائد، بعض ما بتاخذ قال التعريف. لما اشتغلت فيها لقيت انه السيبويه نفسه استعمل قال التعريف، فالنحويين العرب هاجموه انك انت فارسي ما بتعرف لغتنا. بالقرآن الكريم بعضهم من بعض يمكن واردة أكثر من 100 مرة، ما بتاخد إطلاقاً على التعريف. قال بعض يعني بعض الناس. لما درستها لقيت أنه بعض في نية الإضافة، فبالتالي ما بتاخد على التعريف. لما تقول قال بعض معناها بعض الناس موجودة في معناها. دون في القرآن دون أو من دون ما بتاخد با معناها في، دون معناها ما في. ففي كلمات يعني ما في لزوم، ومرات بتكون مثل موضة. آخر ما شفت بالصحافة العربية آخر 2-3 سنين من ناحيته قال فلان، من جانبه صرح فليتان، غلط. الضمير في العربية يعود إلى ما قبل، إلى ما قبله. الاستثناء الوحيد ضمير واحد بيقولوا له ضمير الشأن أو الجلالة، إنه الله، إنها الدنيا غرور، بس الضمير بيعود للي قبله، فما في قول من ناحيته بعد اسمه. بعد وصول الملك حسين إلى لندن صرح، مش بعد وصوله إلى لندن صرح الملك حسين، أبدا مش مقبولة. في قصة بالتراث الوالي قال لهم عم بخطب بالمسجد، قال لهم إن أمير المؤمنين أمرني أن نلعن علي ابن أبي طالب، فلعنوه لعنه الله. الشيعة قالوا عم بقول على أمير المؤمنين، بس الواقع باللغة اللي تعلمناه إنه الضمير بيعود لأقرب اسم لإله، فكل واحد فهمها مثل ما بده. لكن برجع بقولكو صدقوني على تجربتي أنا مش صعب أبداً إنه الواحد يحكي لغة صحيحة ويتعلم عليها، ما في صعوبات. مثلاً ما عم بحكي على تقعر إطلاقاً، مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، لو بدي أمشي على لغة القرآن كنت بقول مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث. إن الله بريء من المشركين ورسوله، مش إن الله ورسوله بريئان من المشركين. بتلاقي فيها نصوص عليها ما بعرف ليه، بس هذه لغة القرآن، مش لزوم، ما فيش لزوم اليوم بدك تكون أوضح لما نحكي مع الناس. في أخطاء شائعة على راسي ما بعتد عليها، برجع بقول مش عم بطلب أبدا، لا أنا بقدر عليها ولا الصحافي العادي بيقدر عليها. لغة طه حسين بدنا لغة صحيحة وموجودة وممكنة. ما بدي أطول عليكم لأنه مستعد أسمع أسئلة، وانسوا الساعة 12 بالليل. فشكرا لكم، شكرا للدكتور وللمركز أنه أعطوني الفرصة أحكي معكم.
شكرا للأستاذ جهاد الخازن على هذا الحديث الشيق اللي تحدثتم فيه من واقع تجربتكم. حتى ما لأنه إذا حق ذا اللي تحدثتم فيه من واقع تجربتكم الطويلة في مجال الصحافة عن طبيعة العمل الصحفي وسلوك الكتابة الصحفية وأهمية الرأي والخبر وباعتبارهما عنصرين أساسيين من عناصر الصحافة. الآن نفتح المجال للأسئلة، فأرجو من لديه السؤال أن يقدم نفسه أولا والجهة التي يعمل بها ومن ثم يطرح سؤاله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد سعيد، عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة الحصن. دكتور جهاد، يعني أنا شاكر على هذه المحاضرة القيمة وأشكر المركز على دعوتنا يعني لمناقشة هذا الموضوع. تحدثت سعادتك عن الأخطاء في الصحافة العربية والأخطاء اللغوية واللغة العربية والصحافة. هل يمكن أن تطلع الصحافة بتحسين اللسان العربي أو بالحفاظ على اللغة العربية أو بتطوير اللغة العربية؟ لا أدري، هل يمكن للصحافة أن يكون لها دور في هذا السياق؟ وشكرا. أتمنى ذلك، لأن الصحافة يومية والناس يقرؤونها، ففي رد فعل للصحافة يومي بعكس الكتب الأكاديمية أو الأبحاث المطولة. الاهتمام عام، لذلك أرجو أن نرى نتيجة. عندما كنت أعد هذه الدراسة بدون طلب إطلاقا، أنا راح أترك في هنا مجلة العربي، فأول موضوع فيها المواطنة اللغوية، بحكوا عن اللغة العربية. لقيت بالحياة عنا اللغة جزء من الهوية والأجنبية من الحداثة، أربع صفحات على اللغة في يومين. مش هذه أهمية إنه هذه، لقيت إنه مصطفى الفقي وهو صديق عامل كاتب الكتب عنا وكتبه كمان بالوفد، الإعلام العربي المعاصر كله عن اللغة. ففي اهتمام حقيقي باللغة من كل الأطراف، لكن مثل ما تفضلت، هل يترجم هذا إنه يستفيد منه كل الناس؟ ما أصر عليه أنا فقط إنه كتابة اللغة الصحيحة السهلة مش صعبة. على تجربتي أنا بدراستي أدبية، فعندي اهتمام المهني وأيضا كهواية لإلي، فبتابع الكلمات هذه. يعني كلمة بعض دليتني أفتش لقيت شو قال سيبويه، بس هذه هواية أكثر من مهنة. أعتقد أنها ممكنة، أرجو أن تكون الصحافة العربية جزء من الجهد. المشكلة أنه في الوقت الحاضر يمكن هي جزء من المشكلة، لأنه الأخطاء كثيرة ويومية ومتكررة. ما عرفت، هذه بس من 3-4 سنين سدي أنا كل يوم بالصحافة، من طلع من جانبه من ناحيته، لأنه بنقوله على الإنجليزي، عارف كيف؟ on his side and from the other side، ما هذه ما بتزبط معنا بالعربي، ومش ضرورية. نعم تفضل. عفيف مبارك، دكتورة في جامعة الحسن. برحب بحضرتك وبشكرك جدا على المحاضرة الشيقة. أنا من محبي كتاباتك وأحاديثك من سنين طويلة، وأستمتع أكتر بالأحاديث عن الكتابة كمان، أسلوب حضرتك شيق جدا. السؤال لو سمحت، إنه بلاحظ في الكتابات الإلكترونية، المجلات الإلكترونية والقنوات كلها الإعلامية اللي طالعة جديد، بتميل أو بقت حجم عدم التدقيق أعلى بكتير من الصحافة الورقية القديمة. إحنا حضرتك عارف عندنا الأهرام والأخبار اليوم عريقة، يعني الأهرام كان قليل لما تغلط أو تجيب خبر غير صادق أو ما إلى ذلك. دلوقتي المصادر الإلكترونية اللي بنقرأ عنها، أولاً سهل انتشارها كتير جداً، المواقع بتنقل من بعض والغلط كتير ومنتشر كل يوم. المشكلة في إنه إحنا كمتلقيين ضاعت الحقيقة، إحنا ما بقيناش عارفين نتأكد من أي حاجة. فهل دي عدم حرفية ولا عدم أخلاق يعني، ولا إيه بالضبط؟ وإيه اللي يظبط الإيقاع ده؟ الصحافة الإلكترونية. شكراً. شكراً على تقديرك ستي. هو تراجع في كل مجال، يعني أحياناً الواحد بيقص من نفسه.
عندما أعدنا إصدار الحياة فتشت مين فيه، لقيت الدكتور قسطنطين زريق الذي كتب مانيفستو القومية العربية سنة 1932، علم ببرينستون وبهارفارد، لقيته متقاعد عند بنته في واشنطن، اتفقت أنه يكتب عنا. لقيت إدوارد سعيد، إدوارد صديق وزوجته صديقة بس انسيني أنا. عندما توفي إدوارد سعيد اللي انكتب عنه في على جانبي المحيط الأطلسي إنه هو قائد الفكر الليبرالي في على جانبي المحيط، هذا هنا هذا رأيهم فيه. لقيت نزار أباني أنجح شاعر عربي في حياته، مع إنه عمل لي مشاكل لأنه كان كتير جريء، أخاف يسكر الجريدة، فيقول لي عندي قصيدة مفخخة، أعرف إنه في مشكلة، بس طبعا عز أروح لعنده على البيت، أنا عم بشرب فنجان قهوة وعم بتمشى بقرا لي قصيدة، بتعود طلع عن فرقية السلبيات القصيدة تبعته. ستي ماتوا، لقيلي بحد بهالمستوى، قعدت أتفاوض أنا ومحمود درويش، كان معه أمراض بالقلب وكانسر، هادي توفى وأنا عم بتفاوض أنا وياه. ما في هذا المستوى، ما عندك التابع ولا مصطفى أبيل ولا علي أمين، كله رجع لورا. بالأساتذة اللي علموني بالأي بي، أنا كان أستاذ بالأدب العربي إحسان عباس اللي فاز أول جائزة لمؤسسة الملك فيصل، كان يعني على حفة العبقرية. جيبي لي واحد على المستوى. هو التراجع مش يعني مش بس باللغة، التراجع سياسي، التراجع بالمواطنين، التراجع بهذه الثورات اللي شفناها يا شيخة في مصر تحديدا. مسلم سني بقتل مسلم سني. بالقرآن اللي قريته أنا عند الدراسة الإسلامية، إن استجارك مشرك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه اعمله سيف فسج. كيف شو من شو أرى مين شو علموه؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. بتروح لليهودي والمسيحي بيقولوا لك شو تعمل، ما قال له روح اقتلهم، ما دول أهل كتاب. التراجع على كل المستويات يا ستي. مرات الواحد بيأس من نفسه، بيرجع بغلب الأمل، بركة الله برضى علينا. بس الميكروفون اسف انا وصلت متاخر، بس على اخر الكلام كان لما وصلت كان موضوع انقراض الصحافي والاعلام الالكتروني. انا جاي من مؤتمر في دبي الان يعقد لاتحاد الناشرين العالمي نوان وافرا، كان الاتجاه العام انه الصحافه الورقيه لا تنقرض، ليست في طريق الانقراض، انما هناك عمليه مواكبه للصحافه الورقيه مع الاعلام الالكتروني، كما هو حاصل في عدد من الصحف العربية، وخاصة مثلاً عندنا صحف الإمارات تحاول أن تدمج ما بين، تلاقي في صالة التحرير إعلام تقليدي وإعلام إلكتروني، الصحيفة تصدر ورقياً وتصدر إلكترونياً، فما أعرف شو رأيك في هالموضوع. نقطة جيدة، وأستطيع أن أقول أني أتفق معك، لأن الأوديت بيرو أوف سيركيليشن، الشركة التي تملك الجرائد البريطانية التي ترصد التوزيع، لاحظت في المدة الأخيرة بدأوا يرصدوا التوزيع الإلكتروني، عدد قراء الجرائد على الإنترنت فيعتبروه جزء من مبيعات الجريدة. لكن برجع بقول لك الأرقام الموجودة إطلاقا بدون استثناء، ما في شهر إلا البيع فيه أقل من الشهر نفسه قبل سنة، تقدر تفتحها على الانترنت الاي بي سي. فمن ناحيه هذا التراجع موجود ومستمر، ما شفته وقف ابدا. ان من ناحيه ثانيه مثل ما تفضلت، هذه الجرائد عم بتكون على الانترنت. انا الصبح بقرا اول شيء نيويورك تايمز، بعدين الواشنطن بوست على الانترنت، فبيظهر انه صار يحسبوا لهم كمان مدى انتشارهم على الانترنت ليزيدوها على الارقام ليوزنوها ليساعدوها. الاثنين موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عمر بن جيجا كاتب وصحفي. أستاذ جهاد استمتعنا معكم طبعا، وأنت أستاذ أجيال لا جدال في ذلك. أنا لدي جملة من الاستفهامات إن أمكن. أولها فيما أتذكر أنه في أعتقد 96 وغيرها كنتم أجريتم حوار مع مجلة الأهرام العربي، ذكرتم فيها في تجربتكم أنكم يعني من الأسئلة التي طرحت أنه ممارسة سلطة رئيس التحرير على المواد، فقلتم أنه من بين الأشياء، وكان طبعا ممتعة وتعيد النظر للناس، أنه لغيتم حوار أعتقد كان من الأردن لصحفي، لأن أسئلة الصحفي كانت أطول من إجابة المحاور.
بناء على ذلك ما رأيكم الآن في الدخلاء في المهنة؟ بمعنى هل الصحافة الورقية سيكون مقتبس أيضا من الواقع الحالي الذي تعيشه من ناحية المهنية؟ ثم لماذا رغم وجود مواقع إلكترونية وتلفزيون وقنوات فضائية لا يزال صاحب القرار في الوطن العربي يشكل لديه قلق النص المكتوب أكثر من أي نص آخر؟ ثالثا بالنسبة هناك من يقول ودعم الفكرة اللي كان يقولها الأستاذ إبراهيم العبد هو أنه المجمع عليه الآن أنه يمكن أن تتعايش الصحافة المكتوبة معه. وأنا أضرب مثال مثلا على الجزائر مثلا الآن هناك قنوات تلفزيونية خاصة كلها تستقي وجودها من الصحافة المكتوبة، بمعنى أن الوطن ستنشئ قناة تلفزيونية لو غدا تتوقف جريدة الوطن لا يستطيع أن يمول، الشروق عندها قناة تلفزيونية لو الصحيفة تتوقف، والمعلم في الجزائر لا يقبل أن تنشر إعلاناته في الطبعة الإلكترونية بدل الطبعة الورقية. الأكثر من هذا هناك عناوين كثيرة الآن تصدر في الوطن العربي في مصر وفي غيره. فما هذا التفسير؟ بمعنى أن هناك خوف من الانقراض وهناك زخم متواصل. شكرا جزيلا. بالنسبة إلى النقطة الأخيرة، هذا يعني موقف تجاري جيد، عارف أنه جريدته تتراجع فبيفكر بالتلفزيون، لأن التلفزيون من إعلام المستقبل من الجديدة هذه، وأعتقد أن هذه فكرة جيدة أن تستمر. هو المشكلة مع الإنترنت، مع وسائل التواصل الاجتماعي هدول اللي صار، كل كان عندنا بلبنان يقولوا كل مواطن خفير يعني حارس لبلده، هلأ صار كل مواطن صحافي وما إلهم علاقة بالصحافة، ما عندهم مصداقية، بدل الصحيفة الورقية عارف مين كتب فيها، سواء أنت بتحبه أو ما بتحبه بتعرف تحاسبه، بس هناك ما في محاسبة وبالتالي الأمور فلتانية. بيحصل أحيانا أنه يعني تعدي بالمطلق على حريات الناس، على كرامتهم، على هاي، لأنه مش معروف مين اللي حط الكلام، فما عليهم محاسبة، بالتالي أعتقد أن مش رح يكسبوا نوع من الصداقية المتوافر للجريدة الورقية اللي بإيديها هذه بعرف القراء تبعونها. هي السمعة بالصحافة بكل شيء، مثل ما كانوا نسمع بالأفلام المصرية القديمة والمسرحيات، اللي مثل شرف البنت وعود الكبريت، إذا الواحد خسرها ما بترجع. أنا عندي شاهد عدل إبراهيم، مرة عامل مقابلة أعطوني فلوس رديتهم، فهو بتلفل للصباح انه كيف بترد الفلوس؟ قلت له الساعه 8 الصباح شو عرفك؟ قال لي اول مره حد برد لهم فلوسهم. فموجود، عم بحكيها لانه موجود الشاهد تبعي. ف عليك ان تختار. الصحافه العربيه كل عمرها وضعها صعب، ما في حريات وما في اعلان كافي، بدك تكون على درجه من الرضا مع الدوله. يعني مثل ما قلت ما بدي اضيعكم، بس بحكي صحافتهم غير شكل، المسؤول بخاف من الصحافه، احنا عندنا الصحافه بخاف من المسؤول. انا مره ابو السعيد ابو الريش، محمد ابو الريش مدير مكتب تايم لايف في بيروت، تلفن لي انا طالب بالجامعه، عمي بدك تساعدني. شو في؟ اجى هنري لوس، هنري لوس يمكن اهم صحافي بتاريخ امريكا، اللي رئيس تايم ولايف القديمه. ابو السعيد بدها تكون هذه بالستينات وانا طالب بالبي اي قبل الام اي، كتب مقال How to close a sound bank، كيف تغلق مصرفا سليما على تسكير بنك انترا. المكتب الثاني بالجيش أخذوا، كان عندنا بيقولوا له بعلقوه فروج، يعني علقوه على عشره، ضربوه فلق على عشره، هو زلمه معه مثل روماتيزم. فبعت لتايم لايف، بيجي هنري لوس على لبنان واخذ موعد مع رشيد كرامي رئيس الوزراء، اخذوني لاترجم. احكينا اول شيء بلطافة، قال له لكرامي انه هو وقف بلبنان وهو رايح ليحارب بالفار ايست ايام الحرب العالمية الثانية، بس لما وصل للجد قال له بدي اترجم العربي، بحكي معك بالتنين، انه مستر باي مينستر، هذا مستر محمد ابو الريش كتب مقال عنا والانتليجنس تبعك ورفتم اب انه اساء معاملته. قال له مستر برايم مينستر، بدي كل اللي ضربوا ابو السعيد ابو الريش يروحوا بكره على بيته يعتذروا منه، هذا بعز نفوذ المكتب الثاني في لبنان. ومستر برايم مينستر اذا ما اعتذروا منه تايم لايف ويل ديكلير وور ان لبنان، ساعة الحرب على لبنان، وانا بوعدك ما بتقعدوا تاخذوا دولار واحد من المساعدات الامريكيه. احنا انحرجنا انا ابو السعيد، فهو رشيد كرامي بيسالني ابو سعيد اقول لك بعملها؟ قلت له ما بعرف، عم بيهددنا.
رشيد كرامي اكتشفت بحكي انجليزي لكن بيظهر لغته سيئه، ما حب يغلط لانه مره مرتين نسيت كلمه نبهني لها. كان حكيم قال له احنا ما بنقبل ابدا، واذا مزبوط اللي انت عم بتقول راح نحقق فيه، مش بس انه يعتذر منه، انا بدي اعاقبهم. وطلع الرجل مبسوط، بس هذا معود على بلده انه هو بيهدد رئيس الجمهوريه، مش رئيس الجمهوريه بيهدده. اجى لعنده يقول له بدنا نعلن حرب عليكم. صحفتهم غير صحفتنا، عندهم الحريات وعندهم دخل اعلاني كافي، يمكن هلا عم بتقلص عم بروح للانترنت، لكن ما بنقدر نقيس حالنا عليهم اليوم او بكره او بعد. في حد من الصحافه الحره بالكويت عندكم هنا هذه، في حد من الصحافه بلبنان بمصر، بس الباقي ما في. يعني بده يعمل 100 حساب قبل ما يفوت بمعركه مع الدوله. شكرا استاذ تجهاتي، تفضل. نعم هني في الصف الثاني، تفضل يعني عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تتكرم بس نقدر نشوفك لانك انت في الصف الثاني، يمكن استقف شوي بس نشوفك بس لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي هو المتقاعد خالد عبيدات من الاردن، واعمل مستشار في شركه تكوايز جلوبال. استاذ جهاد الله يعطيك العافيه. الله يخليك. واسعد الله مساءك ومساء اذانك وعيونك. واسعد الله مساء الحاضرين جميعا. سمعتك تصف في بداية اللقاء ما جرى في العالم العربي بأنه ربيع إسرائيلي، ونحن نعرف بأن الصحافة لعبت دور رئيسي وكبير في هذا الربيع بغض النظر سواء كان عربي أو إسرائيلي. سؤالي من فرعين. الفرع الأول، هل يعني ذلك أن الصحافة العربية أصبحت مسيرة وتحت السيطرة الإسرائيلية؟ والفرع الثاني، هل المواطن العربي أصبح سهل الانقياد للصحافة حتى لو كانت مسيرة من قبل إسرائيل؟ وشكرا جزيلا. الصحافة العربية ليست مسيرة من قبل إسرائيل. لا أعتقد أن إسرائيل تملك نفوذا على أي مطبوع عربي. قد تكون صحافة عربية أخطأت، وهذا تفسير أسهل من أن أقول مسيرة لإسرائيل. من ناحية تانية، هناك صحف لها مصداقية، صحف قديمة تاريخية، بعض الكتاب معروفين تستطيع أن تثق بهم، لكن بعدين هناك غالبية القارئ لا يعرفها أو يعرف عنها ما ينفر منها. أنا قلت أن ربيع إسرائيلي أخي لسبب واحد لا غير، أن الوحيد اللي استفيد من هذه الثورات العربية هو إسرائيل. يعني لا أعتقد إطلاق أن إسرائيل دخل في هذه الثورات، ولكن هي اللي كانت المستفيد الوحيد. خربت الدنيا في مصر، بشوف بليبيا ترك الناس على صورته ومثاله. عندك 3 ملايين مسلح، إحنا نرسل مراسليننا من القاهرة إلى ليبيا، يا شيخ بدك فيزا من بلد لبلد لأنه في ميليشيات مسيطرة عليها. بالعراق في حرب أهلية غير معلنة، لا تصدق، في حرب أهلية غير معلنة بالعراق. كل يوم افتح التلفزيون في 20 قتيل، 30 قتيل، 40 قتيل. برجع بقول لك هذول مسلمين بقتلوا بعض. كنا نشكي من إسرائيل، اللي قتل في هذه الحروب ما قتلت إسرائيل. فكان هذا المقصود بربيع إسرائيلي. برجع بقول لك في ناس عندهم مصداقية وأعتقد حافظوا عليها، لكن الجيل القديم اللي احنا يعني كنا فخورين به وتعلمنا على ايديه وكنا نقرا لهم ونتابعهم قضى ومضى، الله يرحمهم. الموجود هلا وانا منه مش بهذا المستوى اللي انا يعني عاصرته لما كان عمري، لما كنت مراهق في اوائل العشرينات. زين يا استاذ جهاد، انا عندي سؤال بستغل رئاستي للمحاضره. أنت تحدثت أن الصحافة العربية ليست كما، أو الصحفيين الحاليين ليسوا كما كانوا في السابق،
فما ما هي الخطوات اللي يمكن عملها؟ ما هو المطلوب من وسائل الإعلام، من الدول أو من الصحافة نفسها أن تطور صحفية؟ أنت تحدث أن اللغة العربية غير ليست صعبة تعلم. يمكن الأساس أهم شيء الأول والأخير هو مساحة حرية. أنت كصحافي بتكتب يومي، أنا بكتب، بدك تضمن حالك أنه تقدر تروح على كل الدول العربية سواء أنت أت أو ما أنت أت، بتقدر ما تكون مش بس أنت. إذا أنا مثلا في لبنان قررت أنه أشرب حليب السباع مثل ما أقول في لبنان وأهاجم مثلا أي حزب موجود في البلد، شو بضمن لأنه ما يحط قنبلة للمكتب الجريدي؟ فمفروض أكون أكثر حذرا لأنه أنا ضامن سلامتي، بس مفروض كمان أهتم بزملائي وزميلاتي اللي بالمكتب. فأهم شيء مساحة حرية، أهم شيء أنه يقدر الصحافي يقول اللي هو عايزه بدون عقوبات مالية أو على عيلته أو عقوبات يعني بسورية بنفخوه، هذه فيها منفاخ لما يروح على العرض، فما فيها مزح القصة. أعتقد مساحة الحرية بتريحك من الأمور. في طلبات عدة، بدنا إعلانات حتى تكون مستقلة عن الغني أو الدولة، حتى ما تكون الدولة عم تمونك. بس عم بحكي الأساس أنه تكون في مساحة حرية يقدر يتصرف فيها الصحافي، يتصرف بمسؤولية، يكون في قانون مثل القانون الإنجليزي اللي أنا عايش تحته، أنه إذا اللي بخطأ بدفع ثمن الخطأ. الحرية مش معناها يفلت على الناس، لأنه كمان عندهم كرامات وعندهم هاي، ما بدي يصير فيه مثل أحمد شفيق ما بقي معه قرشه يحط هالبلاغات هاي. فأرجو أن نعيش ونراها. شوف الدولة اللي عم تشغل لشعبها ما عندها سبب لتخاف، موجود، شوف شو عم تعمل. ما راح أحكي لك على الإمارات والإزدهار فيها لأنه قاعد في الإمارات. يعني أنا من أسبوعين أو ثلاثة كنت في القمة الحكومية، كل شيء عاملينه كمبيوترايزد، تكنولوجيا جديدة. بس وقلت لهم، قلت لهدول أصدقاء يعني قديمين، قلت حتى للشيخ محمد ولمحمد القرقاوي ولزوجته أختنا من المرة، إنه ما بقدر أمدحكم لأنه عندنا بالعالم العربي يا أخي بعرفش أي صحف منكم يكون هنا موجود مجربها، بس تقول شغلة ما تعجبه بقول لك موائد الملوك والرؤساء، ما بيقدر يفكر إنه رأيك غير رأيه. أنا لحد اليوم بصلم الإخوان المسلمين كل يوم 3-4 رسائل، ما بعمل إرهاب، ما مارس الإرهاب ولا التحريض ولا شيء، إنه أنا كأنه الإرهاب أنا مارسته. كيف بدك تفاوض معهم يا أخي؟ مين اللي عم بيعمله؟ طيب ففي عندك نوع من العصبية والتشنج بهاي، بس أهم شيء إنه يكون عندك حرية إزاء الدولة، مساحة حرية يقدر الواحد فيها ينتقد بدون ما يدفع ثمنها. هل تعتقد أن التغيرات اللي حدثت في المنطقة العربية، الربيع العربي، هل ساعدت على فعلا إعطاء هامش من الحرية؟ مثلا أنت في مصر الآن الإعلامية والصحفية يستطيع أن يتحدث بأي لغة هو يريد أو يعبر عن رأيه دون أن يحاسب عليه أو ما إلى ذلك. شوف والله مش دفاعا عن مبارك، كان في حرية صحفية بمصر، يعني كنت تحديدا مصر والكويت والهدي. بمصر مرة سألت الرئيس مبارك، كان عنده سؤال صار مثل نكتة بينه وبينه، شايف يمكن عمل له 20 مقابلة، امتى حتعين نائب رئيس؟ كل مرة يعطيني جواب. مرة مسكين غلط قال لي ما معناه انه فتشوا ما لقى. فالصحافة المصرية هاجت عليه، انت فاكر نفسك مين؟ يعني كل هالمصريين 80 مليون هذيك الايام، هلا صار 90، ما لقيتش واحد يعني يملى عينك. فكان في 6 افتتاحيات بجريدة الوفد، بقدر الواحد يرجع لهم، بقدر أعطيكم تاريخ المقابلة فبيشوف الهدي. 6 افتتاحية هاجمته، كان في حد من الحرية، يمكن هلأ صار أكبر أوكي، بس كان في عندهم حد من الحرية في مصر. بالكويت ما حدا راضي، يا شيخ بلدكو حرة، صدام حسين راح، دخل نفطي عالي ومساحة حرية واسعة، فيك تقول لي عشو بنقوا؟ هذا النكد للنكد، مثل الفن للفن. ففي ناس عم بيسيئوا استعمال الحرية المتاحة لهم. أنا يعني بالكويت تحديداً ما بعرف المعارضة بدهم يكونوا جزء من الحكم ومن المال وما بعرف شو، بس كيف طريقتهم بالتحسين؟ إنه بيقاطعوا يا أخي، بدك تكون جزء فوت. والنتيجة هلأ خسروا وتبهدلوا برأيي وتراجعت شعبيتهم، يعني خطأ واضح فاضح قدامك هذه، وبرضه بتلاقي راكب راسه
الإخوان ما عملوا إرهاب، أنا عملته. الأستاذ جهاد، محمد أبو غزلة، باحث سياسي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة. طبعا بس يعني العنوان شوية يعني يوحي لي بأنه يكون في مقارنة أكثر بين الصحافة عندنا والصحافة عندهم، يعني الصحافة في بلادنا والصحافة في الغرب، ربما يكون حتى يعني بشكل أوسع وكمان أعمق من قضية فقط ربما المصدر وصدقه. يعني جزء كلنا بنعرف أن الصحافة في الغرب تتميز بالموضوعية والحيادية، مش الحيادية التامة، فيش اسمه حيادي تام، ولكن في درجة عالية من الحيادية أيضا، وكذلك المصداقية. النتيجة طبعا هي بتأثر بالرأي العام بل وتصنع. بس من المقابل أيضا لاحظنا أنه الصحافة، احنا نقول الصحافة طبعا الإعلام أوسع، بس أيضا تضلل. يعني كيف نستطيع أن نوفق بين أنه هاي الصحافة موضوعية حيادية بيضبطها قانون زي ما قلت، لكن أيضا تؤثر بالشعب والرأي العام وتصنع، لكن شاهدنا في كثير من الأحيان هي تضلله. بالمقابل الصحافة العربية طبعا يعني أوكي بشكل عام مش موضوعية، مصداقية مش موجودة، ما بتأثر بالرأي العام بل تشتته. طبعا ذكرت انت بعض الاسباب، وايضا الاستاذ احمد اشار لها، الحريه والخوف، لكن هل هو فقط هذا السبب؟ يعني خلينا نقول عدم مصداقيه وموضوعيه. طب ما صار في عندنا حريه الان، بس بصراحه عم نشوف بعض الصحف ما فيش، مش في قضيه حتى لغه، انه لغه وخبر ولا يعني اللغويه ولا القواعديه، وانما ايضا حتى لغه الكتابه لغه مش صحفيه. فايش السبب؟ يعني ربما يكون هل هناك يعني خلينا نقول اسباب اعمق من مجرد الخوف والحريه؟ شكرا جزيلا. يمكن بالصحافه الغربيه في حرفه او احتراف اكبر. يعني بعطيك مثل واضح جدا، بال نيويورك تايمز واشنطن بوست على مسؤوليه الشخصيه، اي خبر بتلاقيه صحيح، لا يمكن يغلطوا بالخبر، لكن بتلاقي بعدين صفحة الرأي مثل السم، فيها ليكوديين، فيها ناس يعني أنا بعتبرهم نازيين جدد، فبدك تاخذ، إنما صفحة الرأي رأي والرأي مقدس عندهم، فهو بعطي أي رأي هو عايزه. ليغطوا على هذا الجانب من التحيز لإسرائيل بتلاقي عندهم بكتب بعض الكتاب العرب، بعض الكتاب المعتدلين، بعض الكتاب المعتدلين اليهود، يعني من 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 أحسن الناس. إنما بتلاقي بعدين بيقولوا لك الإديتوريال بود، يعني رأي التحرير، رأي التحرير بيكون مثل السم، فأنت عليك تفصل، تأخذ الخبر كما هو، ما بتغلط لأنه الخبر صحيح. وهو بعدين يعني اللي عايزه هو أنه يلعب بالرأي العام عن طريق صفحات الرأي تبعته، فبده يكون الواحد حذر. في بلادنا شيخ احنا بنقول فيه مثل الناس عبيد مصالحها، واحد عنده أولاد صغار بالمدرسة وعنده بيت وعنده أقساط مدرسة وأقساط بيت، ما رح يضحي بحياته يعمل مذر تريزا، مش رح تصير، فبده يحمي مصالحه. وبقول لك مش سيئة في كل الدول العربية، بعض الدول العربية أفضل من بعض. فأرجو أن يستمر يعني تحسن الوضع، بس ما ننتكس مرة تانية، لأن مثل ما تفضلت بعد لما فلتت حرية الصحافة بمصر كان في أخطاء فادحة، وشفنا شو صار بأحمد شفيق وغيره. أنا أحمد شفيق بعرفه، بس حتما في مئات الناس اللي ما بعرفهم وتعرضوا لهذا النوع من الهجوم عليهم اللي ما له أساس إطلاقا. إن شاء الله خير. اللي خلاني مساكم الله بالخير. أنا سليم المستكاة، كاتب صحفي. أنا سعيد بتواجدكم معنا اليوم، والشكر هنا لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اللي أتاح لنا هذا اللقاء. عندي رأي أستاذ بالنسبة للتنافس بين المطبوع والإلكتروني، أعتقد أن التحول إيجابي، وأن على الصحف اليوم أنها تستفيد من تكاليف الطباعة والتكاليف المصاحبة أو تكاليف الإصدار المطبوع
في تطوير الصحافة أو القسم الإلكتروني أو التكنولوجي فيها. بالنسبة للحرية أستاذ، أنا أعتقد أن الحرية قيود مطلقة على من يعي المعنى الحقيقي للحرية، فإذا ما الصحفي أو الصحفيين شعروا بالحرية الحقيقية فهم إن شاء الله في معنى الحرية الحقيقي، فإن شاء الله هم في خير. سؤالي أستاذ، هل الصحف العربية الصادرة في لندن تطبق معايير المصداقية اللي تكلمت عنها، أنه لازم في الخبر يكون عندنا مصدرين مستقلين للتأكد من الخبر وخصوصا الأخبار اللي تنشرها على المنطقة العربية، وهل تخضع لقوانين النشر الإنجليزي؟ سؤال جيد، شكرا. احنا الصحافة المهاجرة، يعني نخل الصحف الكبيرة مثل الشرق الأوسط والحياة، هي مزبوط في لندن، إنما هي بتبيع في الدول العربية، فما يسرع على الصحيفة العربية بيسرع عليها، لأنه عايزين نبيع ما عايزين نمنع. يعني نزار أباني كان، ما راح أقول عدواني، لكن كان هجومي، بدك تنعو يا أخ نزار، إذا حطينا هالقصيدة تبعتك ما راح نبيع بأي بلد، راح يمنعونا. فالمهم إنه نوصل. كنت أتفاوض معه على الكلمة، وعندي بعض المقالات تبعته بخطه بالكلمة اللي غيرتها، أقول غير بالمقال 6 صفحات، أغير كلمة واحدة، بدك تقعد أنت نص نهار أنت وياه تتفاوض. وحصل مرات أن من وراء ظهري يتصل باسم الثقافة ويرجع الكلمة الأصلية، أي غيرها بكلمة تانية ما تعجبه الكلمة اللي أنا غيرتها. أنا كان كل دافعي أنه أحمل جريدة حتى ما ننمنع، هو بيعتبر كأنه كلماته بناته، فبدافع عن شرف العائلة. فإنما في تنافس مع الانترنت، وفي اشياء مكمله بعضها لبعض. ارجو ان نصل لوقت انه التنين يقدر يتعاون، انه الجريده يكون عندها دخل من الانترنت مثل ما عندها دخل من الصحافه الورقيه، انه الانترنت يكون عندها مثلا مثل ما حكينا قبل شوي على التلفزيون، لانه التلفزيون راح يضل موجود، هذا من مضمون في المستقبل. ف برجع بقول يعني احنا نعاني من امرين، انا قلت حكيت اكثر عن الحريات الصحفيه، لكن كمان الدخول محدوده، وبالتالي بصف الجريده مضطره انه تراعي خاطر الدوله او واحد ثري يساعدها. وهذه بعرف صحفيين ببروا من بلد بلد بيلموا فلوس، وانتم شايفينهم خاصه ببلد مثل الامارات حتما بزوروكوا يوم بعد يوم. فهذا الوضع بتمنى انه ينتهي، لكن بصراحه وأنا عادة متفائل، بس مش شايفة رح ينتهي غدا أو بعد غد. نعم دكتور. السلام عليكم. دكتور علي العمودي، كبير مهندسين البيئة في شركة تكرير في أدنوك. طبعا يسعدنا وجودك أستاذ جهاد، حقيقي شرف كبير للصحافي المخضرم في الوطن العربي الذي له رؤية وله رسالة وإن كانت في خارج البلد العربية. أستاذ جهاد، في مثل إنجليزي، وأنت جيت من بلد الإنجليز، يقول المثل بالإنجليزي: The empathy can make the most sound. العلبة الفاضية تعمل القلقلة أو تعمل الصوت الكبير، وهذا ينعكس للأسف على بعض الصحافة وسائل الإعلام سواء كانت المرئية أو المكتوبة. يعني هذا المثل حقيقة نعيش الآن في واقعنا العربي، لا يؤتون بالحقيقة مثل ما تفضلت، وبالموضوعية وبالصدق الكلمة الحقيقية التي يقولونها. تفضلت وقلت كلمة إن عندما تكتب أو تنقل خبر في بريطانيا أو في جريدة الحياة تصدر في لندن، القانون البريطاني يحدك من أنك تدخل رأيك أو تقول مع هذا الخبر وجهة نظرك، إنما أنقل الخبر بمصداقية أو أنقلها كما هو الخبر. فهل هناك قيود على نقل الأخبار في بريطانيا بالنسبة للأخبار والآراء بالنسبة للقضايا العربية؟ الموضوع الثاني أو الشق الثاني من السؤال وهو اللغة العربية. حقيقة نعاني معاناة كبيرة في
الواقع استخدام اللغة العربية في واقعنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حقيقة صدر قرار في دبي بإلزام المؤسسات الحكومية باستخدام اللغة العربية كخطوة استباقية لتفعيل اللغة العربية في دولة الإمارات، وهذا الشيء معمول فيه الآن. ولكن السؤال، ما زلنا نعاني الكثير، ما زالت اللغة الإنجليزية أو اللغة الأجنبية هي السائدة. على سبيل المثال في أكاديمية، في الواقع التعليم العالي وغيرها، أبنائنا عندما يعني يلتحقون أو سيلتحقون في كلية من الكليات يطلبون منهم مثلا الآيلس والتوفل وغيره وغيره. فلماذا لا يكون هناك في اعتبار، وخاصة أنتم رجال الصحافة ورجال الكلمة، أن تعززوا موقف استخدام اللغة العربية في الواقع العربي؟ وشكرا. شكرا. يعني بقدر أقول لك يا ريت بطلع بإيدنا أن نعزل هاي. هو في الصحافة الغربية ما في قيود على الصحافة، في قانون، هذا كل اللي احنا بنحتاجه يمكن في بلادنا، قانون مثل قانون البريطاني أو مثل الأمريكي كمان، بس أن يكون في قانون فبتعرف حدودك، تكتب ضمن نطاق القانون، والقانون هو مسؤول عنك، مش يعني أي واحد مسؤول في الدولة، أنت المسؤول تجاه القانون وخلص، موجود بعروف شو هو. يعني أنا بقالي أكتب زاوية يومية، بدي أنسى بيروت وأنسى الإنجليزي، في لندن بكتب يومي، ما بحياتي أبر سحبت مقال أو اعتذرت عن مقال، لأنه أي مقال عندي الدليل عليه. إذا عامل مقابلة مع رئيس دولة أو مع وزير، بكون المحفوظ عندي أو التسجيل أو النوتس. أول ما بيسألوك بالمحكمة إنجلترا دي كيب يور نوتس، احتفظت بالنوتة تبعتك، فتفرجيهم إياها. فكتابة يومية على مدى خلينا نقول 30 سنة 35 سنة، ما بحيت سحبت مقال، ما حيت اعتذرت عن مقال، بس برجع بقول لأني اتدربت عندهم، يعني بعرف الحد الأواقف عنده. الصحافي العربي اللي بيروح على لندن، مثل اللي خسر الدعاوى معي بلندن، طيب هذا واحد أبوه معطي فلوس ليطلع تلفزيون، هداك جاي ليعمل جريدة فضائحية بفتش مين يهاجمه. بتذكر هذا تبع المجلة كل يوم يهاجم مهدي التاجر، زهقوا لمهدي التاجر، رفع عليه دعوة مهدي ربحها. تاني يوم كان الغلاف تبعه المهدي لو حكى، عمله المهدي المنتظر، كان بقاله 4 سنين بشتم فيه مسكين، وطبعا أي كلام. بس في قانون بحميه لمهدي التاجر، لما زهق ما كان يسكت، رفع عليه دعوة وربحها، فكان الغلاف تبعه تاني يوم حتى يعني عم بترجع حتى ما يدفع الغرامة والمحامين، المهدي لو حكى. كل واحد بيتحاسب على ما حدا يعني بالنتيجة بيقدر يضحك على كل الناس كل الوقت، بيضحك عليهم شوي، بيضحك عليهم مرتين ثلاثة، بس بعدين يعني الصحافة النزيه معروف، الصحافة اللي عنده اتصالات معروف، وكل واحد بحسابه. اللي أرجو إنه المواطن العربي ينتبه لصحافة الإنترنت، لأنهم مش صحافة، ناس عندهم قضية، ناس عنده موقف، ناس عنده ظلامة، وبالتالي هي صحافة أي كلام. فهذا الخوف في الوقت الحاضر، والقانون مش عم بيقدر يضبطها بصراحة، مش مثل الصحافة إحنا معروفين من إحنا وجريدنا معروفة بيجوا لعنا تاني يوم الصباح، الصحافة الإلكترونية ما بتعرف مين. زين أستاذ جهاد، هل ترى من خلال خبرتك وعملك في مجال الإعلام في الغرب، هل ترى أن فعلاً الصحافة الأجنبية وخاصة الغربية تنقل الواقع العربي بموضوعية؟ هي الأخبار فيها مستوى عالي من الموضوعية، ولكن بعدين في التعليقات، وبتلاحظ حتى عندهم يعني الصحافة اليساري بتلاقي بيعكس توجه اليساري، بتلاقي بيحكي مع اليساريين، الصحافة اليميني بحكي يمينيا. يعني خلينا نحكي مثلا على نفسنا، الجزيرة والعربية اتفقوا على سوريا، لما صار الوضع في مصر كأنه التنين بيحكوا على بلدين مختلفين، لأنه كل موقف واحد كان عكس التاني. وهذا كمان بتلاقيه بالصحافة الغربية، بتلاقي الخبر مثلا بالجارديان اللي هي ليبرالية يسارية، معالجته حتما مختلفة عن التليجراف والتايمز اللي هم اليمين. ف
إنما المعلومة إذا قال لك فلان قال فلان قال ما بغلط فيها، لأنه تاني يوم بتحاسب عليها. إذا قال يعني الكلام بيكون صحيح، بعدين الجزء اللي بيبرز من الخبر هو بيبرز اللي بهمه، عارف كيف؟ بركز على إذا كان بده خبر سلبي بركز على الأشياء السلبية، إذا كان إيجابي من جماعته بركز على الأشياء الإيجابية. لا، مثل ما تفضلت، مش كل هذا منتهى الموضوعية ومنتهى هذا أبدا. الجريدة بتعكس توجهها، في جرائد ليبرالية، جرائد يسارية، جرائد وسطية بالهادي، بس معروفين قبل ما تفتح الجريدة، ما فيهم سر. أي سؤال؟ تفضل. وليد حماد مهندس، في رأي حضرتك إيه ممكن هي الطرق اللي تخلينا نرتفع بالمهنية في الصحافة؟ الصحافة في خبر ورأي زي ما تفضلت، الجزء بتاع الخبر المفترض إن ما فيهوش ابتكار، لكن في مهنية في نقله وفي معرفة مصدره وفي التحقق منه وهكذا. بشكل بسيط، أقسام الصحافة في الجامعات العربية أو whatever، إيه الحاجة اللي ممكن تضاف لها؟ إيه الحاجة اللي ممكن تحسن من أدائها؟ عشان في الآخر نوصل لصحفي مهني، بغض النظر ممكن رأي موهبة تالنت ثقافة، بس الجزء بتاع المهنية هو اللي بقى عليه علامة استفهام في الفترة اللي فاتت. شكرا. هو الحكم بيد القارئ، القارئ بيقرر هذا موضوعي هذا غير موضوعي، هذا مثقف ودارس صحافي، وهذا يعني جاي لأنه عنده قضية عايز وعنده فلوس يمكن لي يروج لقضيته. أعتقد أن الأمر يبدأ في الجامعات، كليات الصحافة العربية. أنا بعرف الجامعة الأمريكية بيروت جامعتي، وأعتقد أن الأساتذة كانوا يعني كانوا نزيهين، كانوا موضوعيين، علمونا الصحافة بطريقة أكاديمية سليمة. ولكن بعدين في الممارسة الوضع مختلف، لأنه بلادنا صعبة. أنت في الصحافة ولكن يجب أن تكون حذراً، يجب أن تحسب 100 حساب مش موجود عند الصحافة الغربي. الصحافة الغربي بيقعد بالمؤتمر الصحفي بياخذ سؤاله هالمسؤول وبروح بحطه بجريدته. الصحافة العربي بيختار اللي بناسب جريدته، مش بيختار كل الأهم. احنا علمونا بالصحافة الغربية بتبدأ بالأهم، بعدين بيكون في supporting paragraph، فقرة تانية بتحمل تشرح الفقرة الأولى، وعادة في background خلفية الفقرة الأخيرة لتشرح الموضوع كله. فكنا كل ما نحكي عن، وأنا ولد، كل ما نحكي عن العدن والهادي، كان في الـ NLF الجبهة القومية، وكان في فلوسي جبهة التحرير جنوب اليمن المحتل. فلوسي كان بأيد عبد الناصر، كل الإعلام كان مع فلوسي. لما استقل البلد طلع إنه ما في فلوسي على الأرض، في بس بالإذاعة بصوت العرب، لأنه اللي شكلوا الحكومة واللي أخذوا البلد كانوا الـ NFL اللي ما كانش. والله إجوا لعنا على بيروت، يا جماعة إحنا المحاربين وإحنا الأغلبية، ما حد صدقهم لأنه الإعلام المصري كان طاغي. لكن لما استقل البلد طلعت كانت كلها مع جبهة التحرير الوطني NLF. فبدك أنت كقارئ تقرر مين موضوعي مين مش موضوعي، قديش بتقدر تاخذ من المال، قديش ومش بعدين. يعني طبيعة بشر، واحد ليبرالي واحد يميني، يمكن بولد يميني أو يساري، فأنت إذا بتعرف عنه معلومات بتعرف كيف تتعامل مع الخبر المنشور. أرجو أن نوصل لمستوى الصحافة الغربية بالنسبة لصدق الأخبار، بس ما مادة الرأي أخي حر. أنا أقدر أكتب بكرة بالجريدة بالحياة أنه هذا ديفيد كاميرون عدم المؤاخذة من كوجب يعني حمار stupid ass، هذا رأيي فيه، ما بسوى يكون عضو بلدية في قرية، هذا رأيي فيه. بس ما بقول حرامي، حرامي صارت معلومة بشلحني بيتي. فبدك في معلومة في رأي وفي خبر، لازم الخبر يكون صحيح. لما نوصل لهالمستوى بفكر الصحافة بترتاح والقارئ بيرتاح. إن شاء الله نتفائل بالخير لنجده. نعم، الأخ اللي موجود، أنا بغيت أخذ العنصر النسائي، في وحدة هناك في نهاية القاعة، بس لو توقفين لو سمحتي بس لنشوفك وتقدمين نفسك قبل السؤال.
مساء الخير للجميع. مساء الخير أستاذ جهاد الخازن. لدي سؤال، هل تعتقد أن هناك مساحة فكرية كافية للمواطن العربي للتعبير عن رأيه أو ما يسمى بحرية التعبير؟ شكرا. الوضع يختلف من بلد لبلد. في بعضها فلتان مثل لبنان، كل واحد بيحكي رأيه ويمكن كله غلط، لكن ما في ضابط للناس. حتى المحاكم، أنا حولت المحكمة في لبنان عدة مرات ولا مرة انتهت المحكمة. مرة حكم علينا بالسجن بس ما نفذ. وكان قصة غريبة، رشيد كرامي رئيس الوزراء على درج السراي، يعني مبنى الحكومة، عمل تصريح نقلناه عنه، اتهمونا بإفشاء السر العسكري. يا أخي هذا رئيس السلطة التنفيذية. غسان تواني الله يرحمه قرر المقاطعة، غضب، فكلنا مشينا معه. أنا كنت في عمان عم بعمل مقابلة للسلطان قابوس، فلما رجعت استفردوا فيي لحالي. فيا سيدي بتعرف ثلاث أوضاء وراهم العدل الأساسي الملك، شو بخوف؟ أنا واقف هناك لوحدي. قال القضية رقم، قال رقم. يا سيدي شو هالقضية هاي؟ طلعت القضية اللي مقاطعين فيها. فقعدت أترجاء إنه الله شوك النقابة مقاطعة، أنا بطلعوني من النقابة، يعني أنا بدي أتجوز. فالقاضي طلع فيي بقدر يحبسني يومين أو ثلاثة لأنه إهانة المحكمة إنه قطعته بوجهه. قال لي بالآخر قعدت، بس فعلا بتخوف. ما بتصور، ما بدي أكون يعني هيك لأنا متفائل. لا أتصور إنه في سنة سنتين ثلاثة أربعة لنوصل لمستوى من الحريات الصحفية اللي أنا شفته ومارسته في الغرب. صعبة. أرجو أن يكون عند كل واحد الحكمة، لا يورط نفسه، لا يورط جريدته، لا يورط أسرته، يعرف حدوده ما يمشي يتجاوزها. في رأيي هذا ممكن. بس كمان ستي لازم تبدأ بالتعليم. ما في واحد بيطلع صحافي من بيته الصراحه، بيطلع واحد بالمليون، لكن عاده اذا ما تعلم، اذا ما درس المهنه على اصولها، سواء كان طبيب او مهندس او صحافي، ما راح ينجح فيها. اساس هيكون عنده القدره اللي يترجمها فيما يكتب. فارى هذا انه بعده محدوده عندنا في بلادنا ان شاء الله. الاخ اللي هني في نعم. السلام عليكم. أهلا. تحياتي أستاذ جهاد. سؤالي سؤالين. بس تقدم نفسك. ممدوح طه، كاتب صحفي. في الماضي كانت الصحافة في العادة توحد والسياسة كانت تفرق. هذه الأيام بنجد الإعلام بشكل عام يباشر دور التفريق هو الذي يفرق، بينما السياسة يسعونها للتوحيد. والسؤال هو، هل انصلحت السياسة وفسدت الصحافة؟ هذا جانب. الجانب الثاني، باعتبار حضرتك في الغرب وفي لندن من 30 سنة أو أكثر، وبنتكلم عن الربيع العربي، بنقول إنه الغرب هو من أطلق هذا المصطلح على الحراك والانتفاضات والتمردات والمؤامرات التي جرت في العالم العربي. والغرب والإعلام الغربي هو الذي يساند كل ما يجري في العالم العربي من فوضى. السؤال هو، كيف تنظر إلى تغطية الإعلام الغربي لما يجري في العالم العربي؟ وكيف تنظر إلى تغطية الإعلام الناطق بالعربية في العالم العربي لما يجري في العالم العربي؟ شكرا. بالنسبة للجزء الأول من السؤال، الصحافة العربية لا تملك النفوذ لتجمع أو لتفرق. أعتقد أن الصحافة العربية متهمة وهي أضعف من أنه تسيطر على الرأي العام. الناس الذين ثاروا، سواء بدأنا بتونس أو بغيرها، كان عندهم أسباب من ناحية الصحافة. من ناحية الصحافة الغربية، تغطيتها للأخبار العربية في رأيي سيئة، وتعكس أحياناً سياسة الصحيفة أو سياسة، مثلا خاصة سياسة إسرائيلية. يعني ما كتب عن مصر في رأيي الشخصي
كان يتراوح بين الخطأ والتعمد. ما بعرف المنطقة يا شيخ. طب أنا يعني بالنسبة أحكي على مصر، بعرف الرئيس وبعرف كل الوزراء، بعرف شفير التاكسي، عندي مفروض يكون عندي معرفة أكثر منهم. هذا بيجي هناك مثل سايح، أول يوم تاني يوم بصفي يعطي أراءه وشو بنفع مصر وشو بضرها. فكانت التغطية مثل ما تفضلت بالنسبة لمصر، بالنسبة يمكن لكل الدول العربية، لكن أنا عندي خبرة جيدة في مصر. كانت أحيانا أشعر أنها حتى متعمدة بالخطأ، مش بس خطأ، خطأ معذور الواحد كلنا بنخطأ، لكن كان فيها تعمد بالنسبة إلى مصر وما يريدون من مصر. يعني هني الإخوان سقطوا، لا أريد يعني أن أكون أحكي عنهم بسوء. الآن بتلاحظ حصلت أمور غريبة. إجوا الإخوان على الحكم، أول ما عملوا غرقوا بعض الأنفاق لغزة، بعدين دمروا أنفاق أخرى. أنا قدامكم كلكم ما عندي خجل إطلاقاً، عمر سليمان كان صديق شخصي، عندي فئة مطلقة وكان من أذكى رجال الحكم في مصر. لم يغلق نفق واحد. أعطاني مرة خريطة وعندي شاهد نص عدل على أساس أنه ست جيهان الحسيني كانت معي، قال لي نعرف إحنا كل نفق، مين بيملكوا بالعريش مين بيملكوا بغزة، نعرف أجاره بالساعة، أرخص شيء الأكل، بعدين الإكوبمنت مثل كمبيوتر أو غيره، وأغلى شيء سلاح. بعدين طلع فيه وضحك، إحنا ما شفناش حاجة. مرة وأنا جالس معه، كنت دائما أشوفه مرة مرتين بالسنة، تلفلوا واحد عادة ما برين التليفون، أعطوه ما يسمس نو مستر بريزيدنت، كان لازم أعرف مين. طلع كارتر، ون منت مستر بريزيدنت، ركض على مكتبه وجاب له ليستة بالإشياء اللي عم بيعملوها للفلسطينيين في غزة اللي هذا، وكان يقول لي على الأنفاق إحنا ما شفناش حاجة على أساس عنده معاهدة سلام. فعمل له ليستة طويلة عريضة لكارتر على مسمعي بشو عم بعطوهم. إجوا الإخوان سكروا المنطقة عليهم اللي هن جمعتهم الإخوان الحماس في غزة اللي بعرفهم واحد واحد إخوان مسلمين، سكروا عليهم الطرق كلها، مع العلم أنه هلأ متهمين أنه ساعدوهم بالهجوم على السجون وإطلاق اللي كان مطلوبين للعدالة. الوضع صعب أي طريقة، صعب بالنسبة للحريات، صعب بالنسبة للدخول، صعب بالنسبة لمنافسة الإنترنت. المشكلة إنه رح يستمر. أي واحد بقول لك رح يخلص بكرة، ما رح يخلص بكرة، بدنا نعرف نتعامل معه. أرجو أن يكون القارئ العربي عنده من الخبرة ومن العقل كفاية إنه يعرف الغث من السمين. بناخذ آخر سؤالين. بناخذ سؤال الأخ في الخلف، لا اللي في الخلف، اللي وقف. تيسير سليمان، موظف حكومي. شكرا أستاذ جهاد على محاضرتك القيم ومعلوماتك. سؤالي إنه في إسرائيل يعني الحكم طبعا يعني استيطان للوطن لفلسطين، ونلاحظ بأن الصحافة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي يقدم يعني يسخ يعني الكل يعمل لخدمة الفكرة الصهيونية والاستيطان. طب لكن إحنا العرب، صحافتنا العربية، مع أننا أصحاب حق، وفلسطين هي وطننا الشرعي، شو تقييمك عن الصحافة العربية بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ شكرا. تعرف بالوطن العربي المدة الأخيرة تكسرت النصال على النصال، صار في عنا 100 قضية، ما كانش في إلا قضية واحدة، القضية الفلسطينية. نرجو أن يكون عنا إحنا داخلين بمرحلة، لكن في أمر مهم بالنسبة للصحافة وإسرائيل. أنا يوم بعد يوم بكتب عن الحكومة الإسرائيلية إنهم نازيين جدد، فاشست، أبارتايد، بقتلوا نساء وأطفال. أنا عم بحكي على 20 شخص. لو قلت هذا الكلام على إسرائيل أو اليهود تاني يوم بكون بالمحكمة. فعلى أشخاص أوبينيون، رأي، على شعب بكامله سواء كان يهودي أو غيره بتصفي عنصرية ريسيزم، بتحول تاني يوم على المحكمة. حاولوا عدة مرات يحولون على المحاكم الإسرائيليين،
حتى الحكومة البريطانية رفضت إنه ما في كيس، ما في قضية ضدي. إذا بتفتح جوجل، آخر مرة فتحت أنا جاي عشان هذا الموضوع، لقيت إنه في علي أو اسمي وارد ب 26500 موضوع. أول صفحة فيها حوالي 10 مواضيع، 4 مواضيع أنتي سيميتك جهاد الخازن. لو أنا مظبوط لا سامي كنت في المحكمة، بس أنا ما بحكي إلا على 20 وزير بالدولة، ما بحكي على شعب إسرائيل. وبالمناسبة في إسرائيل مش كل الصحف بتأيد الحكومة، هارتس من أحسن الصحف وبتدافع عن الفلسطينيين. واحد اسمه جدعون ليفي من حوالي شهر كتم قال أنا لو كنت معلم مدرسة بقول لهم كل اللي قالوا إنه قديش في اعتداءات على الفلسطينيين، اضطهاد للفلسطينيين على المذابح اللي عملوها بالقرى الفلسطينية، وهذا إسرائيلي يهودي بيكتب بجريد. مجموعة السلام الإسرائيلي أنا بعرفهم من أحسن الناس ومن أنشط الناس، مشكلتهم إنه مقلال. لكن واحدة اسمها نوريت بلد، هذه بنت ماتي بلد اللي كان من قائد من القواد الحرب تبعت 67، هن عندهم جمعية سلام، بنتها قتلت في عملية انتحارية بالقدس، صارت نشيطة بعملية السلام أكثر هي وأخوها. فلنكون منصفين، عندهم نازيين جدد، عندهم ناس من أحقر أنواع البشر، بس عندهم بعض ناس من أفضل أنواع البشر. مرة أنا وواحد منهم كنا بقطر، عم بقول له هلا بقول لك شو اسمه، معروف جدا من جماعة عملية السلام، عم بقول قلت له شوف أنا وصلت لرأي بالنسبة لليهود. نأز هو إنه شوفي، قلت له اليهودي السيء أسوأ أنواع البشر، واليهودي الجيد أحسن أنواع البشر. فهو بقول لي where do you place me، أنت وين بتحطني؟ قلت له ما بدك تعرف أنه بعتبره نجس. فعندهم ناس جيدين جدا، وأرجو أنه يعني نقدر لهم جهدهم، لأنه فعلا أنا بتابع ما بيكتبوا. حتى بأمريكا موجودين بعض الكتب اللي طلعت أخير، في كتاب عملت له نقد اسمه جولياث، هذا يهودي أمريكي كاتب، ما خلى غلط ارتكب بحق الفلسطيني إلا كتب عنه. فعندك هذا، وعندك طبعا النازيين الجدد تبعونهم. لكن إذا بدنا نهاجم منهاجم أفراد، ما منهاجم الناس كلهم الشعب كله، حتى نتجنب المحاكم. حتى هذا ويليام هيج وزير خارجية بريطانيا لما كان شليط مسجون بغزة، كل سنة يطلع بيانين، بيان إنه اليوم عيد ميلاده لشليطه إحنا عواطفنا معه، أو اليوم الذكرى الثانية أو الثالثة أو الرابعة لاعتقاله عواطفنا معه. كتبت بالجريدة قلت له كي أصلع النحس في 10,000 فلسطيني محبوسين بإسرائيل، في نسوان وأطفال، ما سمعتك قلت إن عواطفك مع هدول النساء والأطفال. هذا وزير الخارجية بعت لي مكتوب صفحة كاملة محتجا وبده أسحب الكلام. قلت له هذا opinion، I stand by opinion، بدك ارفع دعوة. كان آخر الاتصال بينه وبينه مع وزير الخارجية، لما يكون معك حق حسب القانون ما تخاف من حد في بلادهم. أرجو أن نوصل هالوضع في بلادنا. شكرا أستاذ جهاد. بناخذ آخر سؤال. أسعد الله مساك أستاذ جهاد، استمتعنا معك حقيقة في هذه الجلسة والحوارية. لي سؤال محدد عن دوركم كإعلاميين عرب، وفيما إذا وسائل الإعلام الغربية والإنجليزية تحديدا كونك مقيم في بريطانيا تتيح لكم المشاركة في البرامج التي تبث باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية، يعني ما هو المجال المتاح للإعلاميين العرب المعروفين في لندن مثلا، أو أنت إذا رغبت كإعلامي وجه معروف، وجه إعلامي معروف، المشاركة لتصحيح فكرة ما في أي برنامج حواري، هل تشعر أن هناك انتقائية في استضافة الضيوف أو الإعلاميين العرب اللي عندهم قدرة أنهم يتحدثوا ويتحدثوا بجرأة وبمنطق، أو تشعر أن هناك في انتقائية؟ لأنه نحن بنلاحظ من خلال متابعتنا للبرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية مثلا باللغات الأجنبية أنه في عملية انتقائية لاختيار الضيوف العرب، عملية احنا ما بدناش نتحدث الآن عن وسائل الإعلام العربية لأنه تم التحدث عنها، في عملية انتقائية ويتم وغالبا ما يصار إلى انتقاء الناس اللي أقل جدارة
فأود يعني أن توضح لنا هذا إذا تكرمت، مع جزيل الشكر. هناك انتقائية حتما، يعني إذا دعوا صحافي عربي وهاجم إسرائيل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا أعتقد أنه يدعى مرة تانية، لأنه بيحفظ خط الرجعة مع الجماعات إسرائيل حتى ما يثوروا عليهم. فهناك هذا النوع من الانتقائية. بتلاحظ الكتاب العرب اللي بيظهروا على التلفزيون مثلا أو على بالإذاعة كمان بلندن بيحكوا باعتدال شديد، لا يمارسونه لما يكتبوا بالجرائد العربية، لكن مع الغرب إذا أي واحد أنا في تجربتي بهاجم بحدة وبيحتاج لا يدعى مرة تانية. ولكن أعتقد أن السبب مش بس الانتقائية، السبب أنه جماعات إسرائيل شرسين كتير وموجودين بكثرة وعندهم نفوذ إعلامي هائل وبيحاسبوا الناس. هذا طبعا أكثر بأمريكا من بريطانيا، ولكنه موجود في كل بلد. شوف أخي، يعني شغلة إيجابية، العالم كله ضد إسرائيل. الكنائس الأمريكية، أنا شيخ الأزهر كنت معه من يومين وكنت رحت لعنده السنة الماضية، أعطيته كل شيء بتطلع الكنائس الأمريكية هجوم على إسرائيل. طبعا هم بيحتجوا بالاحتلال لكنهم ما بحبوهم. الجامعات، كل جامعة أمريكية فيها BDS Boycott Divestment BDS وSanctions، يعني مقاطعة، سحب استثمارات وعقوبات. كل الجامعات الأمريكية فيها ضد إسرائيل. انتقلت لأوروبا، أوروبا أغرب شيء أنه شركات كبرى صارت تهدد أي شركة إسرائيلية بتتعامل مع الأراضي المحتلة، إحنا منوقف التعامل معكم. شركات تأمين، هدول الشركات عادة بكون عندهم التعويضات للموظفين اللي بيستغلوها بيعملوها، كلهم سحبوا استثماراتهم بإسرائيل. إسرائيل في حملة ضدها بالعالم كله، حملة موجودة وحقيقية حتى في الولايات المتحدة. الكتب اللي طلعت أخيرا، بعدين تعرف ما بدي أحكي دين حتى ما أتخانق مع حد، إنما هو كله يعني ما له موجود ببلادنا. كتب تبعتهم عم تطلع. أول واحد كان كوسلر اللي عمل كتاب داركنس أت نايت، هذا من أشهر كتب القرن العشرين، كتب كتاب القبيلة الثالثة عشرة إنه هدول خزر. أوكي، طيب كوسلر هذا هنغاري ساكن بإنجلترا، إنما من 3-4 سنين وعملت له ريفيو طلع كتاب اسمه The Invention of the Jews بنفس المعنى، مفصلهم واحد واحد كيف قبائل بالخزر علقوا بين الدولة الإسلامية والدولة المسيحية، خافوا ياخذوا جانب دولة ضد الثانية تخسر يذبحوهم، قالوا إحنا يهود وهربوا على آسيا الشرقية، على أوروبا الشرقية ثم أوروبا الوسطى. هذا أستاذ في جامعة تل أبيب إسرائيلي مولود بإسرائيل بقول لك إنه اختراع. ما فيش أي خرافة بالتوراة مثل الفيض، مثل الطوفان، موجودة عند بليتو، بفكر عند أفلاطون بحكي على القارة المفقودة أتلانتس، أو بتكون خرافة بابلية أو خرافة أشورية. كل الدين الإسلامي هيك تعلمت بالجامعة، نزل في ضوء التاريخ، يجي له الوحي يكتبوا له إياه على جلد أو عظم، بقول له بليتش بالإنجليزي عظم جمل، ومصحف عثمان كان اسمه. النسخة الموجودة في توبكابي بفكر نسخة أصلية طبعا بدون نقط وبدون حركات، يعني بدك واحد عالم ليقدر يقراها. هن دينهم انكتب بعد 500-1000 سنة، ما بصدق شيء فيه. بيحكوا على الفلسطينيين اختراع، الاختراع هو اليهود. فلسطين من البحر للنهر، اجا عمر ابن الخطاب، البطرك سفرونيوس كان اسمه لسان الذهب مسحوب من لسانه، عبطوا بوسوا تعال معي صلي معي بكنيسة، لا بيعملوها هذه الصلاة بجامع عمر الموجود. لا، المسيحيين مثل اليوم مختلفين على كنيسة الأيام اللي هي أهم معالم المسيحية، أعطى المفتاح لواحد من الصحابيين معه، لحد اليوم هذا المفتاح بقيت بيت نسيبة عندكم أنتم، مبارح شفت زكي أنا بالأوتيل. هذا عنده تاريخ 1400 سنة، ما في مجال للغلط، مسجل. بيجي واحد خزر ليقول له، بيقول له هذا بلدنا، هذا أفيغدور ليبرمان من مولدافا اللي هلأ عم يطالبوا فيها الروس باليوكرين، مولود هناك وكان يشتغل مثل على باب الكباريهات،
عامل قبضاي يعني هيك فتوة اللي هو بس يا شيخ. بهذا الجواب نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة. لا يسعنا سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل باسمكم جميعا إلى الأستاذ جهاد الخازن الذي شاركنا في تجربته في مجال الصحافة وحدثنا عن الصحافة في الدول الغربية وقارنها بالدول العربية. كما لا يفوتني أن أشكركم جميعا على مشاركتكم الفعالة في نقاشات هذه المحاضرة، متمنيا أن ألقاكم في فعاليات المؤتمر السنوي 19 للمركز بعنوان التكنولوجيا التأثيرات والتحديات والمستقبل، والذي سيعقد يومي 3 و 4 الموافق 18 و 19 مارس 2014 بدءا من الساعة 10 صباحا في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. لمزيد من المعلومات حول المؤتمر يمكنكم زيارة موقع المركز www.ecssr.ae.